طيب مقاديري ايه؟ جبت هنا 3 بوري حجم واحد. ليه حجم واحد؟ علشان يبقى لما افتح عليهم يبقى خلاص حجم يعني وقت واحد التلاتة. عايزة 2 يبقى 2 مقاس واحد. عايزة 4 نفس الكمية تكون قد بعض، مهما هتجيبي بقى كمية تكون قد بعضها. طيب وبعدين عندي هنا بقى ملح خشن، وكمان ملح الهيمالايا انا بعمل بيه بيكون حلو قوي، بس لو غالي عليكي هتجيبي الملح الخشن. تمام تمام. عندي شطة حمراء خطيرة اللي هي قرون شطة، وانا اللي بطحنها قرون شطة وانا اللي بطحنها. وبعدين عندي فلفل اسود حصى، وعندي كمان رشة بابريكا ورشة كاري كركم، سوري كركم. تاني هعمل ازاي الفسيخ الخطير. جبت 3 سمكات مقاس واحد بوري طبعا، وفلفل اسود حصى وبابريكا وشطة قرون طحناها وكركم، وكمان عندي هنا الملح الخشن او ملح الهيمالايا، ملح خشن او ملح الهيمالايا. طيب عايزه بقى ستريتش راب، وعايزه اكياس اكياس اكياس، لازم لازم، واخر كيس وفايل، اكياس وفايل، واخر كيس لازم يكون غامق. طيب جبت السمكيه غسلتها ما فتحتهاش، نضفتها من بره وصفيتها كده كده، لازم تقف عندي بالشكل ده علشان تتصفى اي حاجة تنزل من هنا، واحطها في مصفى اي حاجة تنزل من هنا خلاص. وبعدين علوا صوتكم. طيب وبعدين بعد ما اعمل الحركة دي واوقفها كده ماشي، انزل كل حاجة عندي فيها في مصفى تتصفى تماما من الميه، يعني عندي هنا متصفيه خالص من الميه خلاص، متصفيه تماما، ناقص بس الخياشيم. كنت عايزه اعمل الخطوه دي قدامكم، كنتش بتنزلي نقطه ميه. هعمل ايه بقى؟ هقول الو يا مريم. الو الو، ماشي يا مريم. طيب هعمل ايه بقى؟ هجيب كل اللي انا، بصوا بحب اعمل كمان الحركه دي اهو علشان لو في اي نقطه ميه دنيا دينا بتقول لي دي حاسساني ان هو خلع ضرسه عسل. احب اعمل الحركه دي كمان عشان بحب احشي بقه بعد خلع الضرس ملح يا منار يا منار، مفيش نقطة مية. بص أنا بتأكد في إيه يا جماعة؟ يا منار تعالي يا منار أهو، بفتح كده وأحط هنا المنديل أتأكد إن مفيش ولا نقطة مية خلاص. طيب هعمل إيه بقى؟ هروح أجيب الملح الخشن أهو، وقلتلكوا ملح الهيمالايا ينفع أهو تمام، واحط عليه بقى يلا ادي الشطه الناعمه، وادي الشطه الخشنه، وادي كمان عندي الكركم، وادي الفلفل الاسود الحصى، وعندي هنا كمان بحب احط زي ما قلت لكم بابريكا. مقادير بسيطه قوي، ملح شطه كركم فلفل اسود. فلفل اسود ده يا جماعه كانه بمثابه عامل حفظ، الملح طبعا. على فكره دي طريقه تخليل، دي طريقه تسويه، عشان بس اللي بيقول على البوري او الفسيخ اي حاجه تانيه انا ما اسمحلوش ماشي كده. بصوا بقى لونه عامل ازاي، الملح لونه بقى حلو جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لكم. معانا مين يا ديو؟ علي صوتك بس والله انا سامعاكم بصوت. ماشي يا استاذ حسين من الاقصر. صباح الخير يا شيف. يا صباح الفل، اخبارك؟ تمام والله، انت شوقتيني لاكله السمك ربنا يخليك. قول لي بقى بتعملوه في البيت ولا بتشتروه؟
ما لا احنا صراحه في البيت. ولا عندك الملوحه تكسب؟ الملوحه وكل حاجه عندي تكسب. طب صفيحه ملوحه بس. بنت جايه من معجبه بيك جوجا، عايز هتكلمك يعني. طبعا اتفضل. الو يا روحي، ازيك؟ كويس الحمد لله، انت ازيك؟ عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا حلوه يا روحي، عشان سمعت صوتك. والله بتكلميني منين؟ انا بكلمك من الاقصر. استني، بتقولي ايه يا روحي؟ بكلمك من الاقصر. الله، انت لغتك لكنتك حلوه قوي قوي قوي. وانت كمان يا سيدي. يا روح قلبي، انت عندك كام سنه؟ 6 سنين. يا روحي عقبال المليون يا روحي. قولي لي، بتحبي المطبخ؟ ايه؟ بتحبي تتفرجي عليا؟ اه. طيب بتحبي تتفرجي عليا ليه؟ عشان انا بحبك. يا روح قلبي، وانا بحبك قوي. طب قولي لي، بتحبي تساعدي ماما؟ ايوه. يا روحي بتعملي معاها ايه بقى؟ كل حاجه. يا حياتي ربنا يخليكي ليها، انت سكر. انا كلمتك قبل كده. بجد؟ اه. انا وحشه، انا اللي نسيت. حياتي انا عايزاكي تكلميني على طول. ماشي، انا بحبك كمان. يا روح قلبي، وانا بحبك قوي قوي قوي. وانا كمان. ماشي يا روحي، كلميني على طول، اتفقنا؟ ماشي اتفقنا. ماشي يا حبيبتي، مع الف سلامه. باي. بصوا بقى بعمل ايه. كده جبت البوري، حشيت خياشيمه زي ما انتوا شايفين كده، وحشيت بقه اهو اهو. مهم قوي يا جماعه اللي انا بعمله ده، وبعدين بحطه كده ايه علشان يبقى ملون كمان لما افتح عليه. ونقول الو يا ست الكل، الناس اللي جايه على الاكل الحلو. ايه يا حبيب قلبي، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عارفه ان انا ما اعرفش طبعا انك انت هتعملي الفسيخ النهارده، بس قلت ان انا عايزه اكلمك عشان البس عليها. سبحان الله، فتحت لقيتك بتعملي. حياتي. قولي لي، لازم اكله قبل رمضان صح؟ اه طبعا علشان لازم. اي نعم، هو لو اتحط قدامنا في رمضان مش هنقوله لا، بس هيعطش جامد. هيعطش جامد صح؟ فلازم اكل قبل رمضان. بتعمليه ولا بتشتريه؟ لا بعمله طبعا. اشتري ليه؟ استاذه. اشتري ليه؟ استاذه. انت عارفه هو كيلو بكام دلوقتي بره؟ انا جايباه حلو، يعني انا جايباه كابوري سعره حلو، ماليش دعوه بقى كفسيخ. كفسيخ غالي جدا جدا جدا، مع انه سهل جدا اهو يتعمل في البيت. سهل وحلو، بس انا عايزه برضو عايزه اسالك على البسارية دلوقتي، الكيلو عليه قد ايه الملح؟ وطبعا شطه. بصي طبعا شطه. وهل بتتغسل ولا لا؟ عشان فيها قولان كتير، في ناس بيقولوا بتتغسل وناس بتقول لا. بصي انا لازم اغسلها. انا ما انا برضو كنت بعمل كده، يعني بغسلها وبصفيها. أنا تقعد بقى يوم تبقى، بس بصفيها وبسيبها في التلاجة. انا لازم اغسلها. وخلي بالك انت عارفه ان البسارية تاني يوم تاكليها. انا يعني ممكن في خلال يومين ثلاثه، لكن تاني يوم دي انا مش عارفه. صدقيني يعني تاني يوم بتبقى متخلله وجميله وتحفه والله، بتبقى خطيره تاني يوم. عايزه اقول لك ان اللبنانيين بياكلوها كده، مجرد ما يحط عليها ليمون وشويه خل وشويه زيت زيتون بياكلوها كده، انت عارفه. فهي من الحاجات اللي تخللها بسرعه جدا جدا جدا. طب انت الملح قد ايه على الكيلو مثلا؟ بصي بحط مثلا ايه معلقتين ونص ملح. ما بكترش. برضو خشن زي الفسيخ؟ خشن. وممكن تحطي ملح ناعم على فكره في البسارية. وبحط لها هريسه شطه. وبحط لها كرفس وورقه لوري وزيت. بس وبعمل طبقات، يعني بعمل الخلطه دي يعني زي السردين طبقات. بعمل طبقات، بحط الخلطه وبحط ايه طبقه بسارية، وبعدين احط عليها ايه الخلطه، طبقه بسارية وبعدين احط عليها الخلطه، وفي الاخر بتغطيها بالزيت. وفي الاخر بروح منزل عليها شويه زيت. طيب بصي، في سؤال تاني. انا ليا واحده قريبتي عملت الفسيخ في اليومين دول برضو،
فتحت عليه بعد 12 يوم او 11 يوم. هي وزن الواحده كانت حوالي 800 700 900 في الحدود دي. عايزه في الامان مش قبل 21 يوم في الوزن الكبير ده. بس هي لما فتحت عليه لقيته ناشف. ما هو لسه ما استواش. هل بقى لسه ما استواش؟ اه طبعا. اه لسه ما استواش. هي لما سالتني قلت لها انا ما بفتحش عليه الفتره القليله دي. لا طبعا. انا بحب اكون في الامان يعدي 15 يوم للحجم الصغير، اما اللي انا عاملاه ده حجمه كبير في الامان 21 يوم. انت عارفه في الصيف بياخد اقل من كده برضه الكبير. طبعا وبيبقى تحفه في الصيف. لا انا طبعا بخاف منه بقى في الشتاء. ما بقدرش اعمله في الشتاء. لا ما هو بصي في الشتاء نعمله بس نحطه في مكان دافي. ما هو انت هتحطيه برضه في مكان دافي برضه هيبقى ساقع. يعني هو عايز ايه بقى؟ يعني في ناس بتعمله بدرجات حراره معينه، تولع الفرن وتطفيه لمضات يعني لمضه ولعه تبقى مديه حراره برده بسيطه. بصي لا بصي انا بعمله ما بفتحش عليه قبل 21 يوم، بس بحطه فين بقى؟ يعني في مكان مغلق، وبكون كمان مغطياه بكيس اسود، لا بوريه الضوء ولا بوريه حراره ولا بوريه اي حاجه. عارفه اللي هو تحت كده مكان مكنون. بحطه فين بقى؟ في يعني الفرن. يعني دولاب مطبخ مثلا او في الفرن. الفرن في الفرن. طب ما انت ممكن تكوني حاطاه في علبه كبيره، يعني يبقى الشبكه نفسها بتبقى ما بتخشش العلبه مثلا. العلبه قصدك ما تدخل ما تشيل الشبكه. اشيلها؟ اصل انا بعمل كده الشبكه هي اللي بتعرقل الموضوع. لا. ده وبعدين بقى بقلبه، يعني بحطه في العلبه والعلبه دي بقى باكياس كتير قوي. اعمله دلوقتي كتير. وفايل. الفايل ليه؟ الفايل بيحبس الحراره جواه. بلفه فايل كمان، وبعدين اروح لفاه بقى وحطاه في كياس كياس كياس، واخر كيس لازم يكون غامق اسود، وبعدين بحطه بقى في العلبه، اكمره كده في العلبه وادخله الفرن بقى. ايوه خلاص كده هو اتعزل عن العالم. أنا كله. انا بعمله بقى في الصيف كده برضو. بس بيبقى تحفه. لا هو بصي بس بقلق منه في الشتاء بصراحه. لا ما تقلقيش، مع ان سمك الشتاء حلو جدا. طبعا واحنا خلاص في اخر شهر اللي اخر حرفه ر. بيبقى حلو طبعا البوري وكل الاسماك، بس بقلق منه مش عارفه. لا لا ما تقلقيش، بس اعمليه بالطريقه دي وما تفتحيش عليه قبل 21 يوم، عشان كده انا قلت دلوقتي، عشان خلاص كل سنه وكلنا طيبين، رمضان يعني 11/3. ايوه 11/3، فاللي هو يا دوبك ناكل منه اكله حلوه. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي لنا يا رب كده. ربنا يخليكي ليا. جميل وشكله حلو جدا جدا. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا قلبي. شكرا ليكي منك يا حبيبتي. وانا منك يا قلبي، وسلامي الرنون كتير قوي قوي قوي. يوصل يا حبيبتي. ميرسي يا قلبي. مع الف سلامه. سلامه حبيبتي. مع السلامه. بصوا بقى عملت ايه؟ بحط شويه ملح هنا كمان على الستريتش راب. الخطوه دي مهمه قوي يا جماعه. ليه؟ انا بعمل له يعني عارفين كده، بعزله عن العالم كله، بعزله عن الهواء بالخطوه دي. ليه بقى؟ انا لما بعمل كده اهو خلاص كده انا عزلته عن الهواء تماما. طبعا ده بيسرع كمان من سواه. الحاجات دي كلها بتسرع من سواه. ثانية واحدة بس هوريكم بس بلفه ازاي. اهو شايفين دي؟ بفرغ بقى الهواء كده اهي، وهنا كمان اهو. انا حطيت شوية خلطة الاول اهو كده كده، فرغت منه الهواء تماما، مفيش نسمة هواء عنده. اروح عاملة ايه بقى؟ مغطياه كمان بفويل، وكمان بقى اخلص التلاتة احطهم جنب بعض. هتشوفوا كده، هتشوفوا انا بعمل ايه. هنعمل كل حاجة مع بعض بعد الفاصل، استنونا. لازم تبقى كده، شايفة المنظر ده؟ انا بعملها كده اهو، انا كده فصلتها عن العالم كله. حواليها ملح كمان، حطلها جوه وبره اهو. بصوا الملح بيه طبعا، الكاري والبابريكا والشطه والفلفل الاسود اهو، وطبعا حاشيه بقها على راي ايه استاذه دينا،
وحاشيه كمان عندي هنا الخياشيم بتاعتها اهي. ولو ده بقى يكمل سواها بره اهو. هروح جايبه كمان الاسترتش راب بتاعي كده بقى. انتي بقولك عزلتيه تماما، تقلقيش، كل حاجه بتعمليها صحيه جدا جدا، مضمونه جدا جدا. ولا تقعدي تتساءلي بقى يا ترى عاملينه ازاي، يا ترى غسلينه ازاي. كل حاجه يا ست الكل على عينك اهو. خلاص كده هعمل ايه بقى؟ فويل 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 مهم قوي. هغلف واحده بس عشان اوريها لكم، بس مش هغلف الباقي عشان ايه شكله يبان. شايفين اهو فويل هنا اهو، واعمل ايه؟ اروح لفه كده واكتم، والف واكتم كده. حاضر اهو، وافضي الهواء. هعمل ايه بقى؟ هعمل الثلاثه كده وبعدين اروح حطهم بقى في كيس والف واحطهم في كيس واقفل واحطهم في كيس. انا عايزه خمس اكياس، مهم قوي، خمس اكياس يكونوا، بس كل واحده بعد ما الفها بايه؟ بالفايل. خمس اكياس بالطريقه دي، وبعدين اخر كيس عندك يكون غامق. تمام؟ طيب وبعدين العلبه بقى. العلبه دي بقى حلاوتها انها كمان بتكتم عليه. اي علبه؟ طب مفيش علبه عندي، هاتي اي حاجه كده ممكن ان احنا نسقطها على وشها على راسها. كل ثلاث ايام بقى هتعملي كده. ثلاث ايام هيبقوا بالطريقه دي، ثلاث ايام بالطريقه دي، او ثلاث ايام هيبقوا كده، ثلاث ايام هيبقوا كده. فاهميني؟ بس كده هو ده تخليل الفسيخ. طيب يا فيفا انا عايزه اكله بعد 21 يوم. طيب هتفتحي عليه بعد شهر يا ستي، خلاص؟ وبعد الشهر هتعملي ايه؟ خلاص ما ينفعش اكتر من كده. هتلاقي الملح اكله، هتلاقيه ما بقاش عندك مزبد وطري، لا ده انت هتلاقيه فقدتي اللحم بتاعه لان الملح هو اللي بيخلله. هتلاقيه كلو. انا بفضل 21 يوم. افتحي عليه، شيليه من كل حاجه وحطيه في كيس تاني وحطيه في الفريزر. انت كده وقفتي عمل التخييل، عمل الملح تاني. لو انا عايزه اكله بعد واحد، مش 21 يوم، بعدها بمدة، أو عايزة أعمل كمية، هتفتحي عليها بعد 21 يوم، شهر بالكتير، خلاص؟ وبعدين هتروحي شايلاه من كل ده، أو واخدة بس الكيس ده كده، يعني هتشيلي كل الأكياس وواخدة ده بس كده، ده أهو، ده كده بس، بعد الفويل كمان، وتروحي حاطاه في كيس تاني وعلى الفريزر. تطلعي بقى فسيخية فسيخية، ها؟ وتدعي لي، مع كل فسيخة طالعة من الفريزر، طبعًا بنسيبها. انا بحب اطلع الفسيخ، هننضفه مع بعض برده كل حاجه، بس انا بحب اطلع الفسيخ وهو ناشف اروح منضفاه. الموضوع بيبقى اسهل بالنسبه لي، وكمان بروح خلياه، بيبقى اسهل بالنسبه لي كتير، واسيبه بقى يفك. والليمون بقى بجد احلى فسيخ هتعمليه لما انت تعمليه بايدك انت في البيت. وانا قلت كل حاجه ممكن تخليه ناجح معاكي قوي.